كل سنة وانتم طيبين. النهاردة يسموه تاني يوم عيد الميلاد، بنحتفل بطقس الميلاد، عيد الميلاد زي ما هو، نقعد نحتفل كده كام يوم لغاية عيد الختان، فرحانين بميلاد المسيح. من فرحة الكنيسة بميلاد المسيح تحطي تاني يوم، طبعا احنا متفقين قبل كده ان في البرامون كنا نحتفل ونقرا قراءات الرعاه او الناس راحوا للمسيح، وفي عيد الميلاد نقرا قراءات ونحتفل بزياره المجوس راحوا للمسيح. في اليوم بقى التاني ده بتاع عيد الميلاد نقول في البدء كان الكلمة، ده كان موجود من زمان يا جماعه، انتوا ما خدتوش بالكم؟ كان في العالم والعالم كون به ولم يعرفه العالم. انتوا مش واخدين بالكم؟ ده موجود من زمان، ده مولود من منذ الازل، مالوش بدايه، بس اتخذ جسدا في الايام دي. عشان كده التحيه بتاعتنا كمسيحيين نقابل حد في عيد الميلاد نقول له ايه؟ الكلمه صار جسد، يرد عليا وحل فينا ورأيناه. ده السلام بتاعنا، التحية بتاعتنا، فرحانين بميلاد المسيح. الكلمة صار جسد، أيوة، حل فينا ورأيناه، شفناه في عيد الميلاد. تكلمنا على آية جميلة قوي، قالها حبقوك النبي، عريت قوسك تعرية، سبعيات سهام كلمتك شققت الأرض أنهارا. نقولها ببساطة، أظهرت ابنك بوضوح، ولما ظهر ابنك بوضوح رمى كلامك كمال كلامك، سبعة رقم الكمال. فلما ظهر ابنك القدوس على الأرض عريته، يعني كشفته لكل الناس، بقى علنية واضح، الله بقى واضح لكل الناس، عريته تعرية. وسبعيات كلمتك، سهام كلمتك، كلام كمال كلامك، ألقى فينا كسهام. ولما رمى كلامه في قلبنا، أرضنا أو قلبنا تشققت وطلعت ايه؟ أنهار ماء حي. ببساطة كده، عريت قوسك تعرية ورميت كلامك في قلبنا، فطلع من قلبنا أنهار حياة. قبليها، قبل العدد ده، عدد جميل قوي، كلمتين حلوين، يقول ايه؟ ركبت خيلك، مركباتك مركبات الخلاص، ركبت خيلك عشان يظهر ربنا، ركب خيله. ايه هو خيله اللي ركبه؟ سكن في بطن العذراء عشان ينكشف لينا ويوضح لينا. العذراء اعتبرت خير ربنا. طب ومركباته بقى، مركبات الخلاص، هل واحد يركب خيل ويحارب بمركبات؟ لكن عايز يقول الحرب بتاعتنا مش حرب خيل ومركبات، ده مركبات ايه؟ الخلاص. فلما جه سكن في العذراء، جه الملاك قال لها كده، هيولد منك المسيح المخلص، هيخلص العالم. ولما ظهر ليوسف قال له ما تخافش، دي مريم حامل بالمخلص. ولما شالوا سمعان الشيخ على دي، لما دخل الهيكل قال أبصرت عيني، أبصرت خلاصك، شفت الخلاص، شفته فين يا سمعان؟ ده لسه طفل بيبي على ايد امه، فين الخلاص اللي شفته ده؟ قال ما اللي فتح عيني
وقادني لغاية الهيكل وخلانا أشوفه، خلانا أشوف الخلاص اللي هيتم. فمركباته مركبات الخلاص، ركبت خيلك مركباتك مركبات الخلاص. ربنا عشان يظهر لينا وتجسد اشتغل في نخبة من الناس على مستوى أجيال، كل واحد يرمي فيه بذرة، اللي بعديه ياخدها يسقيها وتنمو البذرة شوية، واللي بعديه ياخدها يسقيها تنمو الشجرة شوية، وهكذا غط لما وصلت للست العذراء الممتلئة نعمة. فجيه سكن فيها، ركب خيله ومركباته، كل الناس اللي فاتوا دولت مركبات الله، مركبات خلاص، كلهم كانوا يشاوروا على الخلاص. جميل قوي في عيد الميلاد نتذكر ان ربنا سكن فينا، اصبحنا احنا مركبات الخلاص، احنا فرسانه اللي ربنا ركبنا يشتغل بينا ويحارب بينا ويغلب بينا ويظهر اسم القدوس فينا وبينا ومعانا. ففي عيد الميلاد بركة كبيرة لكلنا، أصبحنا جسد للمسيح، حاملين جسده ودمه، حاملين روحه في المعودية، أصبحنا ركب خيله، ركب خيله، كلنا جسد واحد سكن فينا كلنا وبيسوقنا وعايز يوضح الخلاص لكل العالم. يقول لك يروا أعمالك الصالحة فيمجدوا إيه؟ أباك الذي في السماء. معقولة؟ معقولة ربنا خلصك؟ معقولة ربنا أنقذك؟ معقولة ربنا غيرك؟ معقولة ربنا جددك؟ معقولة ربنا رفع عنك الحرب؟ معقولة ربنا رفع عنك التجربة؟ فكل ما ربنا يشتغل معانا يبين خلاصه فينا ومعانا، فنقول له شكرا ليك يا رب لأنك أنت جعلت أجسادنا خيلك، وجعلت أجسادنا مركبة خلاص تشتغل بينا في العالم ده، وتوضح عملك إزاي نحس بعمل ربنا لو ما كانش يعني في وسطينا ناس قديسين. هو ربنا كل شوية ينزل يتكلم وسطينا؟ ربنا كل شوية ينزل يتجسد تاني ويعيش وسطينا؟ ربنا ينزل كل شوية يعمل معجزات وسطينا؟ هو نزل مرة وبدأ يقدسنا ويطهرنا ويسكن فينا ويجهزنا عشان يشتغل بينا. عشان كده يقول ايه؟ مركباتك مركبات الخلاص. كل ما ربنا يلاقي إنسان عنده استعداد يسكن فيه ويشتغل بيه وفيه، والإنسان نفسه يدوق الخلاص ويدوق الناس الخلاص، يدوق نعمة ربنا ويدوق الحواليه عمل ربنا. كل ما الإنسان يقرب من ربنا ويتحد بيه نقول له إيه؟ ركبت خيلك مركباتك مركبات الخلاص. فانت عشان تشتغل بينا عريت نفسك تعريع، بقيت واضح جدا، يروا انتم نور العالم، بقينا منح الارض، عريت قوسك تعرية، وكلماتك سبعيات، كلمة سهام كلماتك دخلت قلبنا شققته، طلعت منه ايه؟ أنهار ماء حياة ينبع إلى حياة إيه؟ أبدية. مش نشرب هنا ونرتوي هنا ونخلص، لا، ده الموضوع أكبر من كده. الواحد لما يعزم حد قريب ولا حد حبيبه على طقة كده حلوة محمرة ومشمرة يطلع فرحان، يقول له كتر خيرك، تعبناك وكلفناك وغربناك، أكلتنا طقة، هتعيش بها قد ايه يا عم الطاقه دي؟ ساعتين ثلاثه كده بس، بقى كل التعب ده عشان ساعتين ثلاثه؟ كان لازمته ايه؟ ما ده الحياه بتقول كده.
لكن ربنا من محبته لينا عزمنا على وجبة ناكلها نحيا بيها إلى حياة أبدية. لما ادانا جسده ودمه طقت شبعنا وتروينا لكن وتغذينا لكن تدينا ايه؟ حياة أبدية، ناخد منها طاقة وقوة وغنى وفهم وحكمة، مش نعيش بها الساعتين تلاتة ولا يومين تلاتة ولا شهرين تلاتة، نعيش بها حياتنا على الأرض ونطلع نكمل فوق ما تنتهيش. إن ادانا طاقة وجبة دسمة جدا، أعطانا جسده ودمه، ركب خيله مركباته مركبات الخلاص، فعر نفسه كشف نفسه للناس، وألقى في قلبنا سبعيات سهام كلمته، فشقق قلبنا ولينه وأصبحنا إيه؟ فينا نهر أنهار ماء حياة. ربنا متعنا بميلاده وبركاته في عيد الميلاد، له المجد الدائم إلى الأبد.